تتواصل فعاليات معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته الرابعه والخمسين وتستمر فعالياته حتى السادس من فبراير يشهد المعرض عددا كبيرا من الفعاليات التي يستمتع بها القراء اذ يلتقون مع عدد كبير من الكتاب والشعراء والفنانين بمشاركه الف وسبعه دار نشر مصريه وعربيه واجنبيه وذلك بمركز مصر للمعارض الدوليه بالتجمع الخامس